بسم الله الرحمن الرحيم. اخوي استاذ حسن، احنا المشكله قلنا في العراق الفوضى هذه الاساس مالها هي الادارات. الادارات اذا كان على مستوى الوزاره او اللجنه الاولمبيه او حتى الاتحادات اذا كان كره القدم او الباقي الاتحادات، وطبعا تسحب على ادارات الانديه. الان انا يعني اذا تسمح لي بس اكو سؤال بدي اساله للاستاذ اسامه. انت الان من تقول لي مثلا انا بكره اروح اشتكي، انت القوانين بكل دول العالم انت من تغيرها مثلا من 22 ل 24، اي احداث تبجي ما تبني عليها قرارات سابقه، انت الحدث وين صار باي قوانين يرجع عليها. ولهذا انا اسال سؤال بسيط، لو محكمه التمييز ارجعت الهيئه الدائميه اللي طبعا صار فلاح حسن، احنا سابقا اعترضنا قلنا ما المفروض يستمر لاسباب كثيره ما اريد اخوض بها، ولكن اذا رجعوا محكمه التمييز انا اسال سؤال يعني جدا محيرني. محكمة التسوية قالت الزوراء إدارة الزوراء تنحل، يجي اللجنة الأولمبية تصوت على قرار رسمي، يعني هذه الفوضى، هي سادة الفوضى. لما أستاذ حسن لما تسأل أستاذ حسن محمد هو صار مثل هو نعم. صار مثل هذا الأمر أكثر من نادي، تم حل هيئة الإدارية وتشكيل هيئة مؤقتة ثم عادت الهيئة الإدارية المنحلة لتحصل على قرار وترجع تمارس عملها، والدليل انه نادي البحري والكثير من الانديه اللي حصلت على قرارات قضائيه بعدم شرعيه قرارات الحل. تفضل استاذ حسن. المشكله تدري وين؟ لما تطلع قضيه يعني من محكمه يعني التسويه اصدرت قرار، انا هنا التفسير يعني القانوني، اللجنه الاولمبيه تصوت على موافقه على قرار من محكمه التسويه اللي هي خاضعه للبرلمان ولوزاره الشباب، يعني فيش خلل. ولهذا انا بجيب لك مثال بسيط، لما صارت الفوضى، خلينا نقول ما نقول فوضى، خلينا صار تضارب بالقوانين بالسعوديه مال الانديه، وصارت اجت لجان شكلوا انظمه ولوائح وجت وزاره الرياضه ورتبت العمل، والدليل حتى الموافقات لما اجى اللاليغا بالدوري السعودي كان في شروط. ما يعني الجماهير، انا اقول لك شغله، تدري انت الجمهور من يدخل الهيئه العامه للانديه والمنتخب وحتى على مستوى الاتحاد السعودي واجبه محدود فقط بالانتخابات، ما له حق التصريح، ما له حق يطلع اصلا، يعني ما له حق التصريح الرسمي نيابه عن النادي او عن اي اتحاد هو يمثله. نعم. انت عندك صوت بالهيئه العامه، صوت حالك حال الاعضاء الهيئه العامه، ما عندك دور اعلى.